في تصعيد غير مسبوق للازمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، اطلق السفير ماء العينين لكحل نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية تصريحات نارية ضد فرنسا في برنامج ريمونتادا مع الاعلامي مصطفى بنيفة. تناولت الحلقة قرارات باريس المثيرة للجدل والمتعلقة بدعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، مما أثار استياء واسعا في الجزائر والمنطقة. وصف السفير لكحل قرار فرنسا بأنه طعنة في الظهر للشعوب التي عانت من الاستعمار، وأشار إلى أن فرنسا تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتأييدها لموقف المغرب. حذر لكحل من العواقب الوخيمة لهذا القرار، مشيرا إلى أن الجزائر لن تبقى صامتة أمام هذه الاستفزازات، وأكد أن الحكومة الجزائرية مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها الوطنية وإفشال المخططات الفرنسية، حيث دعا السفير الشعوب الإفريقية والعربية إلى التكاتف والتصدي للمحاولات الاستعمارية الجديدة التي تسعى لإعادة فرض الهيمنة على المنطقة. هذه التصريحات تشكل فصلا جديدا في العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا، وتؤكد على أن ملف الصحراء الغربية سيظل محورا للخلافات والتوترات. الحكومة الجزائرية أكدت مجددا أنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوطنية، مما ينبئ بمزيد من التصعيد في المستقبل القريب. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.